عندي مشكلة، هذا الحذاء اللي أحبه كثير انكسر وأريد أحد يصلح لي إياه، بس معقولة ألقى بهذه المدينة أحد يصلح أحذية قديمة بدل ما نشتري حذاء جديد؟ تعالوا وياي خلينا ندور ونشوف شلون يصلح وقصة هذا الشخص اللي ممكن يصلح أحذية قديمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا في يحتاج شغل بالبيت. وهذا ثاني شوفه. اوكي. هذا كم يطول؟ هذا نص ساعة. نص ساعة؟ في دكانه الصغير وسط المدينة القديمة ازدهرت مهنة محمد عبد القادر في تصليح الأحذية، مهارات بدأت تزداد مع الوقت. عبد القادر أنت شو تسوي؟ شوز ريبير. أنا أعمل في تصليح الأحذية التالفة حيث تمر بمراحل عدة تبعاً لحالة الحذاء وكيفية إصلاحه. أنت ليش يصلح الأحذية؟ في ناس يشتري الجديد. بعض الناس وخاصة البسطاء منهم لا يملكون غالباً المال لشراء أحذية جديدة، ولذلك يتوجهون إلي لإصلاحها. وإذا كان لكل مهنة قواعد وأسرار، فإن عبد القادر تعلم هذه الأسرار من أخيه الأكبر. كيف تعلمت هذه المهنة؟ منذ 4 سنوات بدأت أتعلم هذه المهنة، ومع مرور الوقت اكتسبت الخبرة وأتقنتها. منو علمك؟ تعلم. أخي الكبير علمني هذه المهنة، والآن كل منا يعمل في مكان، وهكذا نكسب عيشنا. عجلات تدور ومعها الأيام تمضي، وفي كل يوم ينتظر عبد القادر زبائنه الذين يبحثون عنه ليساعدهم على المضي قدما في هذه الحياة. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي فائزة العزيز.